بس السنه دي حفل الافتتاح وفيلم الافتتاح كان كومبليت. السنه دي حفل الافتتاح كان منظم جدا، وفي فرق كبير جدا بين السنه دي والسنه اللي فاتت، وده من كل يعني ده بشهاده كل الناس اللي حضروا. ازاي قدرنا السنه اللي فاتت كان في مشكله شويه في فيلم الافتتاح، ازاي قدرنا السنه دي ان احنا نتفادى ده؟ كمان مش فيلم الافتتاح، جميع دور العرض او الافلام المعروضه هي كومبليت، وده ما حصلش قبل كده في مهرجان القاهره السينمائي. يعني في اقبال جماهيري على الافلام، هي الدنيا يعني ماشيه كويس، وزي ما انت قلتي في تنظيم جيد لحد ما. طبعا انا يمكن عشان انا داخل في التفاصيل قوي فبشوف اخطاء احيانا، بشوف بعض الحاجات اللي مش راضي عنها، لكن مش عايز ابص للجانب السلبي. يعني انا دايما كنت بقول ان الدوره دي بدايه تصحيح لازم ان احنا نعمله المهرجان عشان يقدر يرتقى بمستوى، يعني يبقى مهرجان فعلا على مستوى المهرجانات العالميه اخرى بنفس الليفل بتاعت يعني الفئه الف من الاتحاد الدولي للمنتجين اللي احنا نتشرف ان احنا ضمنها يعني. لكن احنا بدانا على طريق صحيح، وانا شايف ان الدوره الجايه كمان ان شاء الله تكون افضل. ويعني والحقيقه انا بس مبسوط من الحاله يعني اللي الناس فيها، يعني في ناس كده يعني ماشيه بتتكلم على السينما وبتتكلم على المهرجان وبتتابع وبتيجي الندوات وبتيجي الافلام، ويعني جمهور كمان، جمهور وصناع، يعني جمهور وصناع وفي مشاركه حقيقيه. ف يعني اتمنى ان ده يعني يستمر لحد النهايه، ويبقى في يعني بعد كده كمان اتمنى المهرجان في يوم ما يبقى عنده نشاط مستمر على مدار العام، مش بس ال10 ايام بتوع المهرجان، يبقى في كمان نشاط.